ايوه مبروك مبروك، كما قلنا ونزيد نقول لاخوتنا وانا وناسنا، رانا مباركين للمعلمين، رانا مباركين لاخوتنا وانا وناسنا من المعلمين على الشكايه النموذجيه اللي لا دلت على شيء تدل على انها مده صراحه. تبقى تعدل شيء خاسر للبيضان، وراكم عدلتوه، طاعنينكم البيضان راكم عدلتوه. مبروك مبروك، الو مبروك الو مبروك، اصل مبروك عليكم، المبروك عليكم. حكمة شيباني قاعد تحت مبار في خلوة حاسين له يضحك، المبروك الله إلا مباركين لكم، مباركين لكم هذه الخطوة التاريخية الجبارة اللي راهي تمونك عند ولا مخيطر، راه ولا مخيطر يرقص عليها ضرك على كراع واحد، راه ولا مخيطر. مرحبا بك سيدي ولي بويليل، راه ولا مخيطر تمونك، راه ولا مخيطر. علاش ما تبارطاجوا مع اخوكم وحبيبكم واللي مخيطر في الخارج، مبرتي طايح حيدو في باريس، الحال بارد الحال بارد، الجو حزين. واش ريتو بخلاقو واش قدمتو شكواكم من 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 الراجل الكبير من البيضان التقي ولي ورع وقري الدين مولي؟ لا لا لا، هذه نقولوها نقولوها، علاش دورو تجرو بخلاق المنظمات الحقوقية، تشرف بأخلاقات المنظمات الحقوقية، منظمات النصارى، تحبسوا هذا الرجل رمز كبير من المسلمين، إمام كبير. يا قال ما نعرف كان هذا النهار اللي خلدوه هذه جماعة الصناعة، راني هون ما نتكلم من الصناعة كاملين، بين خوتي ولي وناسي وأصدقائي وأحبائي منهم، ونعرف بعد أنهم مستائين الاستياء التام من هذه الخطوة التعسة اللي صراحة تدل على الكراهية، تدل على العنصرية البحتة، تدل على العنصرية البحتة. وما لو كان ما فمات عنصرية دافع عنصري ما يعودوا قاموا قايسين راجل كبير من 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 البيضان، عالم جليل عنده حصانته الدينية والأخلاقية والكرامة والصلاح وجهده في الدنيا. اللي عنده راهو ما يبيع ذا ولا يبيع المسامير ولا يبيع الجلود. اذا بلنا هذا النهار عند المعلمين يالتهم صراحة، يعرفوا بأنهم مات لبيرام مغيرهم، وبعلن الى الامام الى الامام القديتو كامل تقطعوا من البيضان عدلوه، يغير الكره والبغض ما يولد يكون الكره والبغض والاحتقار ما ي... ما ي... ما ي... ما ي... ما ي... ما يحصل منه، ما هو الاحتقار هو اللي يحصل منه، ما هو شيء ثاني. لا يكذب عليكم حد، اللي درت في التراب هو اللي ياخذ لك، اذا درت حبه من القمح ياخذ لك القمح، اذا درت حبه من قرت ياخذ لك قرت، بس لا واللي حرثت. وبني البشر تربه الصالحه للزراعه، لما لا دير الا كبو ودير. وهذا لا دل على شيء، دل ما شاء الله على صراحة بعلن بعلنكم راكم جبرتوا شي لكم ياسر تلودولو، لكم ياسر تلودولو ذيك الجماعة، جماعة المخربين، جماعة العنصريين، جماعة الباغ اللي يبغضوا للبشر على أشكالهم وألوانهم على أصولهم. راكم جبرتوا نهاركم، جبرتوا نهاركم في البيضان، أنا جبرت نهاركم في البيضان، والعدالة الدور توفى والدور تحكم العدالة بذاك الحاكمة به، والجريمة اللي مقدمة منها الشكوى واللي قاع ما هي متبلورة عندنا حتى ما عرفنا أنتم المقدمين كشكاية شنهو. يا قرم اللي رانكم ما تبين بأنكم ماكم باخلين شي، أنكم ماكم باخلين شي، وأنكم ولا العين بصيرة واليد قصيرة. الله أكبر، ما وعد لكم شيء أكبر من قدو، وقدم لكم عنه الاعتذار من صراحة شخصية سامية، شخصية رمز من رموز السلف الصالح من البيضان، رمز لجدودنا الصالحين الطيبين. قبلتونا في خلوة، قبلتونا في خلوة في زمن دولة العدالة، والدور تعدل العدالة، دور تعدل العدالة والحكمة به دور يعدلكم. يسوى شنو؟
يس وشنو دور عدلكم؟ لا تخاف. لا تخاف. يا غير رانا نقولوها من المحل. لعله يعود حد ناسيها. والله مش جاهلها. والله مخزي حد بحد. بعلنا احنا اولاد الجمال. احنا اولاد البل. احنا اولاد البل. وجملت باش ما ينسى. هذه نختار نقولها. وسبب كرهنا للمستعمر الى اليوم. بل انه قتل بكار السويد احمد سيدي والملاي الزين سيدي احمد الاحمد العيد وابطالنا شخصياتنا ما ننساوها الى اليوم. رغم ان خلصنا منهم وقتل منهم الشيخ محمد المجتبى لالاف خلص يا غير ما ننساو اللي حرث فينا الصالح يدور يجبرو واللي حرث فينا الخاسر يدور يجبرو ما يسال. هاتوا ما تعرفوا انتوا مخبر انتوا مخبر وراهم المعلمين شكاو من ولي القاسم والمولاي الزين هذا رانا سمعنا به ورانا عرفناه مولي يا غير التسعيرة عندي عن هدورة غالية سوقها واعرة راهو هذه سوقها واعرة لا 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 هذه بواعرة هذه ماركة هاي سوقها واعرة هذه كبيرة وقال المثل الحسان يا راهو اللي ملي فمه من الدقيق يا راهو باش لا يبلو هذه اللي احنا ما نلهينا ابدا ان نخزو بالناس ونكذبوا عليه اللي ملي فمه من الدقيق يا راهو باش لا يبلو بس العداله ما واقف حد ما دون حد ما يقيسها ما واقف حد من حد يقيس الشرطه ويعدل ما حضروا دولة عداله واحنا محترمينها ومحترمين الا ان هذا السيد الوزير يعدل بها الاخلاق هم اللي الى عاد ما هو رابط قدحه عند المعلمين يقول ما نعرفوا هاك احنا ما نقدر نتكلموا فيه كي تعدوا قدحانه مرحبا وسهلا وهلا بصديقي العزيز يسلم والبوبة وخيرت بيك اللي المهم بلن يقد يعود وزير العدل اللي نرحبوا بالعم ورايها بلا معانا مثلا يقد يعود رابط قد حف بليد إلى عاد برام عاد يحضر في السلاليخ لا 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 وزير العدل صراحة ما عنده مشكلة غير بدر هم المعلمين عدلوا خطوة تاريخية هذه مسألة تاريخية راهي المعلمين هذه نقولها الجميعة السفهاء من المعلمين راهو ما هو ما نتكلم للمعلمين المعذرة سمحوا لي الكلمة ماني جاملكم أبدا في صك هذو التافهين منكم أبدا هذه الجميعة اللي ينقال لها جميعة المعلمين الجميع على القطة مشات لا يتدفن واحد ودق واحد منها وتد على دراعته شكوا انه حاكمه الميت هذه جميعة نادم شافك من التل جاي حاكم في يدك سروالك يعرف عنك اقدى يشرب ما يولى لك لا 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 صراحة احنا نقوله بياسر من ياسر من التهنئة والتبريكات لهذه جماعة الصناع العنصريين الرجعيين الحاقدين الباغضين الكارهين على أنك بيضاني بس بيضاني متقي الله حامل كتاب الله عالم جليل ولي هذا هو هدفنا هذا هو اللي ما نقدو احنا به أبدا والرسول والرسول قاعد ماشي رجوك الله اكبر والرسول تحكموا معلم يحكموا واحد من المعلمين هو اسمه ولا مخيطير مشى عليها مشى فيها معروفه هذه معروفه يحكموك بخلوه عندو كيفو هاي نقولوا لا 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 انا نكذب مولي بدن
ويقول لك الوساهة لا ينساها أبدا، الوساهة لا ينساها. وراني نقولها يا قال احنا علياتنا قال الله لي يطاطيهم ولا علياتنا احنا البيضة نتفوق ما يوسعوا. لو كنت اليوم انا منتي ما تتخط عند معلمة من هذه الجميع، راه نقولها من هذه الجميع نعرف انها من جميع هذه الجميع ما نخط ما تريد ندير الحنة فيدي مدة عام مسألة وصلت الأمور لهذه الدرجة ما تريد نديرها ما تريد نديرها ما تنخط ما تنتحنى ابدا. تعاطفا مع البيضان اللي انضربوا ذي الضربه، البيضان اللي نعت لهم بانهم ما يسواوا، انهم بلا خلقات، انهم بلا قيمه، هذه واضحه. هذه ما المشافي السماء لا تنعتوا له، هذه مساله واضحه. هذا قال لك شنو هو قال له تش تكتب شي خاسري اللي يعملوا سبتي يعملوا سبتك. والله علي هذا كلام زين، هذا كلام الدعاء مولا انا ما يسمع لك، مولا انا ما يسمع للموسخين، مولا انا ما يستجاب للموسخين. كيف تاكل مقمض؟ لو كنت انا موسخ ومقمض ما تعود قاعد دير قاعد. تاخذنا نقول اهلا وسهلا المتدخل تفضل. ايش حالك يا لباس؟ تفضل. ما شاء الله. زيد فوليمك شوي الله يهديك. زيد فوليمك شوي. الله يهديك. الو. اكبر. ايوه الدله جاي مع هذا الموضوع، سمعت اللي قلنا. شدني اخباره. شفت الموضوع انا اعطيك فيه وجهه نظري. ايوه. شفت نحن مجتمع مسلم، يلا 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 نتعاملوا بذاك اللي في الاسلام، نعود مسلمين حقيقيين. اكبر والله والله يلا نتعامل بذاك الاسلام. والله ما نعود قابضين الاسلام، قابضين منه شيء، مخلين منه شيء. حق والله ما يحق. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ما له حق. احنا مالنا الجمهوريه الاسلاميه. والله بس شفتوا على المله. ايوه. مالنا متفاهم على النقطه. ما سمعتك. ما أنا متفاهمين ان ماشيين على هذه النقطه، متفاهم انا وانت على هاي النقطه. والله ان مسلمين وانه لا يتم ايمان واحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لي. حق بعض. ايوه شفت مجتمع الموريتاني مجتمع حساس، وفيه ياسر من القوميات وفيه ياسر من الروايات، فيه شيء يتماشى مع الاسلام وفيه شيء ما يتماشى مع الاسلام. بين الاسلام روايه واضحه. قلت افتح لي قوس. ها؟ والله شنو هما القوميات اللي تسمي القوميات اللي في موريتانيا شنو هما؟ قلت تسميهم؟ نقولهم لك. والله الشرايح. لا نقولهم لك. تفضل. والله لا نقولهم لك. شفت القوميه من تنقال معناها انها تنقال هارد بولار وولف والصوننكي والبيضان. البيضان نصها داخل فيها ذاك كامل. ايه. المجتمع البيضان. ايه. شفت البيضان ما يقسمهم، الحرطاني بيضاني، والمعلم بيضاني، والزناقي بيضاني، العربي بيضاني، والزاوي بيضاني. فهمتوا؟ واضح. والله. واضح. هذو واحدين تلاقوا هون يلعبوا على الفئويه والطائفيه، يدور يقسموا موريتان، وذاك يدور كلها يدور طشه. كان هي قطعه والله قط ويليت وقطع الحراطين يجبروا شيء، المعلمين يجبروا شيء، وعصناقه يجبروا شيء، والعربي ذا ذي ما هي موريتانيا. نحن ضعف من ذا وهم اللي اقل من نقسم على التقسيمات. فهمتوا؟ موضوع كان المعلمين وهذه التصريحات اللي قال الشيخ الكبير. صراحه انت لو خلصوا ذا اللي قال الشيخ ما كان يلا يقولوا اللي هو عالم ويعرف ذاك اللي في الاسلام. اسمح لي دقيقه. من درا يا كان جوقت اهلي قيدي وجوقت اهل الشرق كانها واحد. معنا الله. ذاك ما هو واحد يقارن الناس. من درا يا كانك
من رأيك أنا قريت عن صاحب طفل أولاد أحمد من دمان اللي راه هو كتبها فمات إياها، فعلى أنه شال هذا الشيخ يعدل له زيارة وقال له أنت من أي الأخوت؟ قال له أنا حد من أولاد أحمد من دمان. قال له وري خست، وكان فمات إياها في المجلس، كان فيه والعم شخصية سامية، والعم هذا الطفل كان قاعد فما تياها قدامه وقام وعد الصحكة وتوفوا شوقة. قام الطفل انه من كيف انه دخل عليه، قال ابني قال لي ذي الكلمة، قال وخلعت الين اعطينا الساعة. هي الناس تضحك وتجوق، هو والعم يضحك من ذا ويجوق، وعرفت على جوقة الشيخ لا ذنبته ولا فيها شيء، واحنا اللي اكبر منك انت لين عود اكبر منك سنا نعرف. وراعي واحد هون راشل طالع معانا هون تياها منين نجابرو، احنا فخوين من قبيلة واحدة منين نجابرو، كلنا يضحك في الثاني برواية، فهمت؟ هذه شوخة البيضان يا غير، منين تعود مثلا مهام مرقاش بعد انه يديرها في نطاق في اطار ما هو اطارها، هي لا سلاح ذو حدين يا غير اللي نختاره احنا هنا تياني، فهموا؟ يا كان كان المعلمين هذا يا كان هم شريحة، والله يا كان فما تياها رجاج الفينو بعد انه يتكلم باسمهم. لا 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 لا، هذا هو اللي مطروحه يا كان. هذو المعلمين اليوم اذا قام حد منهم، اذا قام حد منهم والله الحراطين، اذا قام حد اليوم منهم وعدل جنايه من درايه كان الديه لا هي يعطوها عنه المعلمين، ويلا يعطوها عنه الحراطين، يعطوها عنه قبيلته. هذا هو اللي السؤال المطروح. شفت هما هي كل قبيله عندها معلمين، كل حد يعرفه، فهمت؟ وكل قبيله ما هم عندها منها يا اخي منها ما عندهم عليها سلطه، ما عندهم عليها سلطه ابدا، ما ذمت اياها مد عندها سلطه. وانت تتذكر النعمه من الشويخ اللي ندور عندنا 2018 قالت لنا هي قالت لنا عاد فنان الاولاد بالسبح. هذا يا اخي انت حر، انت اللي يعود من اللي تبغي. ايوا حاين نقول لك راح نشرح لك. شوف خالد قال لي اللي نقول لك انا التقليدي، اللي يقول اللي نقول لك انا التقليدي، وكان ماشي به المجتمع في زمن جاهليه، يعني فهمته؟ وما يلا حد يعبد، ما زالت الجاهليه. قول زمن البداوه، الجاهليه احنا ما كنا فيها يا اخي، احنا من جاء الاسلام، احنا من جاء الاسلام خرجنا الجاهليه. راح نقول لك شوف، لا نقول لك روايه، شفت انا عندي وجهه نظر ومقتنع به ولا نقولها لك، وانت قلت ود عندك وجهه نظر. تفضل تفضل اسمع، انا لا نسمع، انا لا نسمع، لا 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 انا لا لا قلت لك وتوب لنا الجاهليه، هذه كلمه كبيره. سمعت؟ احنا كنا اهل المحاضر، كنا اهل العلم، كنا اهل الحكمه، ونعرفوا مولانا ذيك الفتره اكثر من الناس اليوم. أنا شفتك ما تعرف له شات، تقول نحن كنا نعرف مولانا أكثر من الناس، مولانا أخبره هو في الناس. لا لا نعرف، أنا أعرف، أنا أعرف، لا 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 نعرف، أنا أعرف، أنا أعرف، أنا بغت أكبر منك، بغت من بغت سابقك، وبغت في مخضرم مثلا مخضرم. شوف أنا أقول لك يا أخوي، قال حالي نقول لك وصل فكرتك، وصل فكرتك، قلل ودلل، قلل ودلل، قلل ودلل في الموضوع اللي باش ما يخلقوا مشاهدات كلامية، قلل ودلل في الموضوع اللي تفضل قول فكرتك، واحنا نسمعوك، ما تاني مقاطعك. تفضل. عقار صنت، شفت هو الحوار لابد يعود اخو عقار باش استفدت ونستفاد انا. فهمتني؟ يعود تفضل، انا ندورك نقول تفضل تفضل. لا 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 عفوا اسمح لنا، ما تمشي احنا، قلت لك انا قلت لك تفضل. عقار صنت، شفت قضيه الروايه اللي انت تعالج الموضوع اللي موضوع المعلمين، ما يلا حد يكبره عن قد هو الشيخ ذاك اللي فنيته يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فهمتوا؟ يا قار ما زين السخريه، لا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، فهمتوا؟ القران واضح، السخريه ما تواسى، فهمتوا؟ على ما يلا نصد له حطاني ونقول له انت عبد، والله انت مجمبر، والله لا ما يتواسى، فهمتوا؟ لا نصد له زناقي يقول انت خارج قبيلتي كانت تقرب قبيلتك، ممكن هذا بجاهليه تقرامه ما في الاسلام، وهذا خلق عاقب الاسلام، الاسلام خلق الواكر في 400 ولا 500 سنة، وهذا اللي نقول لك أنا 1800 1700 كانوا هون شيء من الإمارات، شيء من القبائل كلها يطيح للواخر يقلع منه اللي عنده. ده حق ولا مو حق؟ هي ما كان قالها أرض الصيبة، ده حق ولا مو حق؟ ما كانوا ما لا لا ما كانوا الإمارات هم اللي يطيحوا، العرب ما كانوا يطيحوا للناس، هذه اللي نقلعها من إذا كنت لك واحد أخرى
كان فما تياها يخلق شمن اللصوص يمشي قابل هذا العيكل وهذا الوديان ويطيح على الناس ويصرع كان فما شمن اللصوص عندك الفيديو تفضل. شفت بعيدا كاع عن التاريخ لا نقول لك روايه، هذه قضيه المعلمين هيك كبر احد عنقدهم ولا جزء من المجتمع البيضاء وفاعلين فيه فهمت، وعندهم دور كبير وهو مولي ما يلا حد يبعد بالروايه يقال فم مده تصطاد والله تحاول على انها تركب الموجات لا تحاني حد يزلق والله طيح منه كلمه لا يتكبر عنقدها، وراجل كبير وعنده احترام وعنده وضع وعنده موقعه في المجتمع ما يلا حد يقبل الامور ويديرها في سياق اخر، لكن فهمت ولا ما فهمت؟ بس كذا واضح لك ولا ما واضح؟ بارك الله فيك، واضح بارك الله فيك. باللي هم قاع المعلمين بيناتهم انت تخرص اللي هو الشيخ الفخامه معدل لهم ياسر ومقري منهم ياسر وعدل لهم اللي ما عدلوا لهم المعلمين بيناتهم، لكن فهمت ولا ما وتكلموا وحدين بهذا وقالوا نحن ما لنا مكبرين الرواية عن قدها، لكن فهمتوا؟ يقال نحن مجتمع عندنا جوقة وفعلا كما قلت أنت واحد يقول صدى لصاحبي يقول زمد زمد يا المعلم والله زمد زمد يا يقال ما يخ... ما ما تات ذيك الحساسية، لكن فهمتوا؟ هذا الموضوع اللي خلق لا كانوا توف وحدين يصطادوا يحانوا رقاج يزلق والله كانهم يركبوا على ذيك الموجة يعدلوا يجبروا مكاسب سياسية والله معنوية والله ظهور اللي الناس مستحفية كل لا ينشر فوكال ولا روايه وتعدل من هالشيء وهذه قضيه الدعوه اللي مشاو واحدين اليوم بي اللي تكلموا المخيطير اللي قاع كان يقول البارح انا صنت له ما هو كلام حد رقاج مسلم والله قطر مع مجتمع مسلم باللي اوصافه للصحابه ما تواسي الصحابه ما بينك معهم هو اللي فتح لهم الموضوع وقال لهم فتحوا الدعوه ونجبر سنياتيرات 200 كذاش هذا الملف لا يقدم للعداله في موريتان عنده 45 يوم يلا لا بروسيدير والله هذيك الطريقه اللي يلا يقبض بها الملف 45 يوم منين يجاوزها ما عدل القضاء الموريتاني شي لين قبل وانا وجماعه معايا هون ونجيبوا المحكمه الحقوق الانسان في جنيف وهام يعدل من قضيه صغيره محليه في جوقه قضيه دوليه يا كانوا ايش يلعب عليك الموجه ويعود كانه هو المتحدث باسم المعلمين وان هذا نوع ما يلا يكبر عن قد ويخلى في اطار الشوقه ويخلى في اطار الوطن ونحن كنا من الاخر فم كلها لا اختو ذيك والله من عمو ذيك لكن فهمت معناه ان لا مجتمع واحد ما يلا حد يلعب على ذوك الموجات وهذا هو ذكرت يعني كنت اختار ما نطول عليك نوضح حالك يجازيك بالخير بس سابق تقطع لين 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 وصل لين اختارك تعطينا ما انك انسان ما شاء الله من العقل من ترى عندك ان هذه الجماعه اللي هي اللي تسمع الول مخيطير مثلا يوجهها ول مخيطير وقايدها ول مخيطير عندك بعد انها مده ما اجبر فيها الرسول عليه الصلاه والسلام خير اللي خرجها من الظلمات الى النور عندك عنها مثلا اذا قلت حد يقدم علم يجبر فيها خير مثلا ما انا الله شفت هو قضيه والمخيطير واضحه قاع من كلامه بيدي انا صنت له خارج فم حقد دفين في شخصيته هو بسايكولوجيته هو نقر على هذا المجتمع وعلى هذا بيدي رقاش يوصف ابو بكر وعمر بالنوع من الاوصاف اللي البارح انا قاع ما يلا قاع يقولوا رقاش او صحابه ما بينك معاهم شيء يلا تحترم الطريقه اللي لا حتى كلام والله واحد لا يتذكروا بشي ذكروا بشي صالح والله لا تستهزئ به ولا تقول له انه ما اللي ما قدوا ابدا نظلموا ما قدوا نظلموا ولا مخيطر به اللي فات علني الحادو وقاعد في فرنسا اذا بعد انه صراحه سابق جابر الدربيه يا غير صراحه من رأي كان هذو ارواقيش اللي يقولونهم سالم مولانا اللي متباركين مع مجتمعهم متباركين معاه يشرشروه في المحاكم شفت هذا ذاك اللي متبنين افكاره اللي صنتوله ما صنتول شيء صالح بيدي هو افكاره مسمومه تعرف فهمت لاحظت هنا افكاره مسمومه شنو معناه انه عنده هو يدعو يقول لك العلمانيه عنده افكار الحاديه علمانيه احنا مجتمع
مجتمع مسلم محافظ، بس حالة قلت أصلح فينا العلمانية. العلمانية فصل الدين عن الدولة، معناه أن تعود الدولة هوك والدين هوك، قال هو الكنيسة، معناه أنه هام يطبق شيء من الأحكام الأوروبية على مجتمع ما يصلح. ونحن عايشين في أوروبا ولنا فيه سنوات، ونعرف أن ذيك الديمقراطية اللي عند الأوروبيين اللي أنا راعينا قاعدين في واحدة من كبار دولهم، ما هي خالقة. لين تتعايش مع النصارى ما عندهم ديمقراطية حقيقية، ده الفراعون كانوا فيه من ابدا. الفيات. والحريه ما هي اللي يقول لك حقوق الانسان، اللي يقول لك حقوق الانسان هون انت بركت ياها حقوق الإنسان ما منين هي يوقفك خالقة. واحد من الشرطه؟ قلت انت بركت يوقفك واحد من الشرطه، قلت تفتح فمك، ما تقدر معانا تفتح الله، فمك، معانا الله، ما قلت تقد توقف حلالي عند الكنترول، تعرف ما ليش؟ تقدر. ما تقد بيك اللي انت، بيك اللي باللي انت هي هو يقد حاسبك على الكلمة، يقول لك هذا حسب الفقرة كذاش من القانون كذاش، انت عدت انه إعاقة لعملنا، والله يجيب لك فقرة من القانون انت ما عقبال، تعرفه ويجي داير عليك رواية. والله انك منك هو لا يض... متعاون، والله هو انك لا يض... معناك متعاون، والله قاعد شكلك انت عارف انك جاي من دول الافريق ويختار يدير عليك ضريبة بتو بالقانون، هو لا يجيك بالقانون وانت اذا ما عندك الوقت، ياك فهمتوا؟ من برا قايل وبالتالي انت، هم قايل عنصر، انت بقى لان هذول المعلمين، هم عنصر. قايل انت بقى لان هذول المعلمين اللي هما الى ما اخر المعلمين اللي على باب المسلمين ذوك اللي يشتموا ولا مخاطير على ماسنجر اللي يقولوا له عليك لعنة الله، اللي لعنوا عليه المعلمين المسلمين اللي نحيوهم من المحل نشكرهم على تمسكهم بدينهم وتمسكهم باخلاقهم وعزت عليهم وطنهم، من درايه كان مثلا ما يلطهم يا اخو ويقولوا هذه جماعه احنا ما تمثلنا يا اخوان، احنا بريئين من هذه الجماعه يا اخوان. حق بعد هم كيف يلا مثلا شفت هم يلا يعلموا موقفهم، يقولوا نحن ما عندنا حد متحدث باسمنا ولأننا ماشيين مع هذا المسيء الملعون، ويلا ياخذوا بعد ويعرفوا بهم اللي هم الاكثريه، الاكثريه ما عندها، ما النوع ما يواحلى فيه، ما هذا عنده به، اصلا ما عنده به مليء علاقة، ما عنده به اجتماعي علاقة، هذا شوي من عند من المستحفين، شوي من المعلمين الحقيقيين. هش ما عندهم شي واحد فيش المعلمين الحقيقيين، احنا عرابين معاهم وقرينا عليهم، هم اللي قراونا القرآن ولا وما شاء الله فهم واحدين نعرفوهم، عندهم العلم يعرفوا شيء، مع انهم هذا ما يمثلهم. كما قلت انت يا الله يعدلوا بيان ويعود باسمهم كاملين ومسينين وكاملين، يقولوا احنا هذا المسيء شخصياتهم وهذا الكبار، الناس شخصية بي وانا هذا هاي اللي خطير. يلعبوا المحيط. احنا لا يعود، احنا لا يعود، لا والحق يعود، على لا يعود التوفيق مد منا، لا يعود مد منا، لا يعود مد منا، يقودها ولا مخيطير. الله اكبر. طيب منا مد يقودها ولا مخيطير، هزولت. واللي مخيطر ما معقولة يقود يا اخي؟ وفوه أصلا ما يقود، هاي هذه بعد هاي جماعة الشيء هو اللي قايله، قايدها. لا لا هذا لا، الشيء احنا اللي نقول قايله الحقيقة. العالم لا كله. نقولها هذه جماعة بعد قايدها هو القايدها، وإلى عاد لها مساعدات المنظمات الخارجية، وهو قايدها، هو اللي وجهها وقال لهم، بعد انه هو اللي قال لهم شنو؟ قال لهم بعد انه هو قايدهم وقال لهم يسمعوا كلامه. هذه يقولوها، هذه ما انا لا شفت ننكرها ابدا. شفت هو تعرف شنو؟ قالت المعلمين يخبوا. هذا سمعت كلامه؟ شفت لا انا هو يا ما اخي، انا قاعد يفهم خايف شنو يا هذا اخي، انا البيان؟ خايف يا اخي، انا هذا خايف يا اخي، اعلن عود المعلمين غدا ان شاء الله ومجتمعهم. انا بيا عزت المعلمين، اراه يعني المعلمين يعود يخرصوا بعين ازدراء، بعل انهم تابعين لولد مخيطر، بعل انهم تابعين لهذا المسيء رسول الله، انه هو يوجههم ويقول لهم قدموا شكاويكم وجمعوا التوقيعات برقم كاردان ديتاتكم واساميكم عفوا ووقعوا. هذا صراحه خطير، هذا خطير، هذا خطير على المعلمين شفتوا بين اخوتهم واهلهم وناسهم واصدقائهم، لا يتم يقولوا شفت احنا ما شفنا، احنا ما شفنا الشخصيات البارزه من المعلمين اللي نعرفه، كيف ما شفنا محمد والبوكي والعليات، شفنا كلامه وقطع انه ما يمثل ولا مخيطير، شفنا واللي مزيدف ما فتنا شفناه يتكلم، الشخصيات اللي نعرفه بارزه من من من, من المعلمين ما شفناهم يتكلموا، يا ويلهم ما شفناهم صرحوا بان بنادم ما يمثلهم وانهم متابعين له. هذا الرجال اللي صراحه محترمين ومعروفين على في الوسط الاجتماعي الموريتاني، يلا طول يعود يتكلموا. شفت انا بعد بالنسبه لي فم علماء منهم وفم شيوخ محاضر وفم اساتذه،
كما قلت انت، وفهم جنرالات كاع معهم، وأئمة كل قالوا مساجد. جنرال على جندار امريكان، وأئمة مساجد، وفيه مصارعة من الصوينع هذه كانت لا لا مشهورة لا قالوا لهم خيطر، بالتاريخ لا قالوا لهم خيطر، لا قالوا لهم معناها خيطر هو اللي معين، لا قالوا لهم خيطر، لا 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 قالوا لهم خيطر هو معين، ولا لا لا الجنرال قال لهم خيطر هو اللي دايره، هذه لازم هذه نقولوها سابقا. ما يعين شيء، الخيطير ما يعين شيء، مكسور عمر محروق بي، وابوه محروق بي معاه قاعد في فرنسا، واحد فيه اللي سب الناس أكبر يا أخي، واللي ساعد الناس واللي ساعد الصحابة، وتقع مع احترام مشاعر مليار مسلم، تصد على الصحابة وتقول لهم كل، انا سمعت كلامه البارح اللي كنت احياه والله في فرنسا، والله الا انه كانوا ما يتعدلوا شيء انت شريف بعد لا 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 الحاجة لا 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 خلي خلي تنقلها. خلي 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 لا 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 خلي انا لا داعي لا داعي لا داعي لا داعي لا داعي نجبره في خلوه اقول لا داعي لا وبعد عنده اللي يرجع البوليس هذاك ما يتواسى، صاد على مشاعر مليار مسلم، وتريد تقول ابو بكر قال وكذاش قال، هذا شنو؟ لا لا قلت يقال لك هذا قلت لا لك يحل عين قلت لك كرشه قلت ولا يحل لك عين لو قلت لك لو كنت احلى اسمح لي اسمح لي قلت انك لو كنت لو كان كلامه هذا انت احذاه بل انك لا تقول له بل انه تلقى الميقل لا 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 طبيعه نقول الحال لو لا كنت يقولوا له احياء كامري انا للسعودية مريض كنت فرنسا احذاه لا يقولوا نفس اللي تقول انت ايه ايه تقول هو، انه ما ينقال رجال تو انا لوقتي لوقتي هذا ما هذا رويخي هذا رويخي وانه ما ينقال تو هذا لا نقولوها احنا لا 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 احنا مولي لا احنا مولي شوف احنا الحين نقولوها احنا ما نقدر نخلي ورا قاش قرش ما ينقال ما قلنا هذا ما ينقال نعم ايه قال شيخ شكرا على خالد دبي لا مداخلتك نقول هذا، وشكرا لك انا نقول ولا هذا. انك بعض متدخل تفضل يا مرحبا بك بصيرة أخير. شكرا مرحبا وخيرت بيك مرحبا إذا خرصوا المتدخل ثاني أبو المعالي ندخلوا أبو المعالي أبو المعالي ما قاسك الخط ظهر لي من كونكسيون ضعيفة صراحة والله يا رغم المعلمين جماعة من المعلمين ذوك اللي قالوا لهم شاور يدخن واحد ودق واحد منهم وتدعي لدراك شكاو قالوا لهم قدموا شكواهم من هذا الراجل الطيب اللي صراحة فضله ياسر وشيخ كبير من شيوخ البيضان وعمامة البيضان وسلفنا الصالح اللي مازال يجسد فيه كامل طبعا حد عدل الشيخ خاسر عدلونا كامل هذه نقولوها لا 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 هذه من لين تفضل يا اخي ارش داري وعليكم السلام ورحمه الله يا اخي لاباس يا اخي فرانكيل رايني هون راسي حبه شماسي انت صفاء لا فم تفضل سمعت الموضوع اللي كنا شايفين اخباره ما انا لا لكن دخلت البث عادي لكن كونكتيتو دخلت البث عادي لا ما زلنا لعبت اللي يتبارك المعلمين هذه جماعه ولا مخيطير اللي قايدها ولا مخيطير اللي قالها ولا مخيطير تقدم شكايه من هذا راجل البيضان اللي قال له ولا القاسم مثلا بل انه طالبهم بل انهم يقدمون شكايه في اسرع وقت ممكن وبل انه ولا يقدمها في المحاكم الدوليه مثلا يا كانك باغي مثلا تتهنئهم بالمناسبه باللي هذه مساله تعود تاريخيه هذه مساله ما تنسى فيها اللي تدل على الكراهيه وتدل على الحقد وتدل على صراحه البغض اللي في هذو الاشخاص لمجتمعهم واهلهم وناس هذا ما عندي له شيء واجع ما عندك له شيء ما عنده وقت اخر لا يكلم الله نفسا الا وسعها انا جاب روح عقب مرحبا تحيه لك مرحبا بي اذا بلنا رانا مشو ضمان الحد ثاني من الجماعه يطلع جاي ذاك راه وقطع خط مشينا له ضمان ونحان مثلا اللي عاد بن حد لا يبارك المعلمين الجماعه اللي هذه الجماعه الحاقده الجماعه الباغضه الجماعه الكارهه مثلا اللي مقدمه الشكوى من 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 من, من, من هذا الراجل الطيب ومن اللي تعود عندما هي اللي عالم ثاني جليل من اللي ورانا بعد من هنا تياها من هذا المحل اللي هو محيي تلاميذ الفخامه من الصناع
بعد اعترافهم بالجميل وبعد انهم متعدله، ونختار هم اللي لا نبينوا الاخوت هذه الخير، هذه الناس كامله مثلا المنهج باقي يهنئ المعلمين بهذه الخطوه التاريخيه. فيتفضل احنا فاتحين المجال، هذه مساله ما تنسى. وقالوا البيضان هم اللي وسهله ينساها، هم اولا طبيعه الحال المعلمين احنا نحتاج الى روسنا، احنا ما ساميين المعلمين، هون احنا ساميين جماعه من العنصريين عازيه راسها المعلمين، احنا ما ساميين المعلمين يا اخي، قدر لنا الكلام في فمنا يا اخي. المعلمين احنا نحتاج الى روسنا من وهن وناسنا ومده من البيضان وبيضان منها كامل، هي بيضان البيضان. اذا ما احنا ساميين هذه الجماعه العنصريه اللي يقودها المخيطيه بس. لا يقول المعلمين ما يعدلوا، المعلمين ما يشكوا من علماء البيضان، علماء الدين، علماء الامه كامله، ما هم الا علماء المسلمين البيضان. لا درنا الكلام وفهمنا احنا هنا تياهم مع فاتحين المجال لكم انكم يبقي مثلا يهنى، ما فيش. قالوا البيضان اللي ملفهم من الدقيقه خايفينهم لا يقصوا، والله يشربوا من هذا الدقيق ما عندهم باش لا يبلوا، تعرف انهم ما عندهم باش لا يبلوا. بس هو اللي فتحنا لكم المجال منكم مثلا عنده مشاركه يفضل. اللي صراحه تقبلوا بطل من ابطال الموريتانيين، ابطال من ابطال مد، عمامه مد، ما هي الكاميرا الطريق قاعده في مبارك خلوه، ما هي الحد الطريق ابدا، ما يكبر حد موه. يضحك ضحك الناس كانت تضحك يا اخوان، اضحكوا انتم وعدلوا كيف اللي عدل صاحبه اللي صاحب الفيتين اللي هنا جاء واحد ونفخ بقرته ونفقع وقام قيس وبطه، وقالوا له اصحابه يبغى لا تنفقع، شو قال نحن اذا قالوا لك كامل تم دام فخ تم انتم اللي قولوا هالهم اللي هو يقولوا هالبيضان بر بيكم معاهم. ما قطع بعد حد سائف البيضان والله قال لهم كلمه خاسره والله وحق فيهم بعد وسووا له حد عند اخبار ابدا. من درج شنو دار قيقين؟ نعرف من درج شنو دار قيقين؟ ابدا. قال هذا الكلب اللي ينقال له كالكاميرا هذا مخنز، واحد من حركه ايراه هنا تياه مخينز طويفه عنصري، لاهي نديروا له اعلى شفيقو بلوك ونتواجه معاه لا وفقه الله. ما نقول عنصريين راهو، ما نقول الناس اللي حاقده هكذا من جنة. هذا مخزي، هذا مخزي، هذا صاحب ايران المخزي، رانا قلعناه عنكم والمعذره على تفاهته وكلامه طايح السافل. ودار له واحد حج، شو ذاك دار لك حج اضحك لك مولية تلبك ان شاء الله وربي شاهد. دارها له لمين ميلود، هو سامي، هو سامي هذا سامي حركة صناع هم اسمهم هذو من مش الأخبار يا أخي. ندير هذو اليمين ميلود، اليمين ميلود هم قال لي ندير لك بلوك يا اليمين ميلود. والله اليمين ميلود راح يطلع لك. وعليكم بصاحبتها في شو يا ولد مجلد اجباب ايش مضحكك؟ ضحكني قلت لي عليكم صاحبتين. يا وعليكم السلام حنيني. انت بنادم اللي يسب اللي يقول علماء الفياف يدير له انت حج، مالك شو مدقراك له حج؟ لا انا ضحكي ما هو قد يعود نصرة وكلامي قد عود تهكم من القال والعلماء ما يقولوا حد شيء يكون في صالح. ايوه هذا القال ما ينقال، مستغرب قاع انه كاتب. المهم ذاك ما هو مهم، ذاك مسؤول عنه بينه وربه. المهم لكن اللي يقول لك لا ينقلعوك من الصفحه وما كنت تظلم راسك يا اخي. ايوه المهم انا 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 مالي نظلم قاع احد، وش قال راسي. المهم هذا اللي العلماء خط احمر، العلماء خط احمر
اسمعني اسمع العلماء، العلماء ما الله ينقل يكون شيء شيء صالح وياخذهم اللي هم يعودوا عارفين مكانتهم المجتمعي، هم اللي قضيه الجوغ او قضيه وسم يقعدوا وحدين. انا راي قلت لك ما تعليق على 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 صفحتك عن عن قضيه تحميل القضيه لشيخ مسن عنده عقليه قعود مترسخه في المجتمع لها مئات السنين غلط. هاي بكل صراحه معلمين قضيه تفاضل الطبقه. اسمعني حني وصل لك وجهه نظري، ما بالضروره انك تعود مقتنع بها يا غار. حين وصلها لك لعت اللي صار فاتح منبر ياك يناقش في موضوع حساس بالنسبه لحنا الشباب. لا تبلاش يا اخي تعود ما نعود مقتنع بها، حاول تقنعني بها بس. ايه هو اللي قلت لك عن قضيه تحميل للشيباني صالح ولي انا شخصيا استاذ مولاي الزين معروفه وصراع عريقه في المجتمع الموريتاني، وكمان هم اللي يا غار قضيه الشرايح شرايحيه شرايحيه مترسخه في المجتمع. معلمين زناقه الطلبه العرب نحن نعرفه وحدين يقولوا عن الزوايا ما كانوا يربطوا السراوي قدام العرب، لا يقوموا من الزوايا نحن نعرف حالة مجالس يعودوا فيهم وحدين من الزوايا وحدين من العرب يقولوا انتم لا الحمد لله اللي مثلا اللي جاوا النصارى ووعدتوا انتم قاعد تربطوا سراويكم قدامنا، لا ينقصوا منظمات حقوق الانسان يقولوا العرب قالوا عنا ما يربطوا سراوي قدامهم. ما تهز صراحة هذا ياسر ملي يا خير، هذا دائما نسمعه يوميا. انا هذا زاوي اذا دائما نسمعه ما قط ما قرشني يضحك معايا واحد ما قادر يفيش قايل لك وتو قايل لك من جو قول ابد من نمسح بعضنا قايل لك قايل لك عن قايل لك عن هذا اللي ينقال له مجتمع زوايا زاد هو نال نصيبه من الاضطهاد في زمن معين. اسمعك انصاق حيوانه وهنتت عليه هي موريتان كانت غابه، وبالنسبه للمعلمين ما عندهم شيء يكون انهم كانوا عايشين من 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 حرفهم اليدويه ما قطبوا كبوا ماي لحد يا غير. هذه عقليه عند مجتمع وتو كما ان العبيد كانوا خالقين كانوا واحدين ثانيين واحدين يعبدوهم. معنى عن قضيه هذاك لا يبني وطن، انت سخرت مني انا عني معلم حبيبي. انا كنت اسخر مني عني زاوي انت يعني. انت زناقي انت زناقي كنت سارح ليش من البل وانا لماذا انت كنت سارح البل اياك انك تعيش اسرتك لك ب ب ب ب ب بالحلال. انت معلم كنت انت حبيبي. ايه انت معلم كنت عندك حرف يدويه تعيش بها ايه لك. هذا هو العمل كله شرف يا غارصة. بدنا نظلمهم المجتمع، بدنا نظلمهم المجتمع إلين قال عنه في زمن معين يقعد مترا خارج في زمن معين يقول عنك أنت معلم ما يا الله تشد يكون معلمة كيفتك. هذا لا علاقة له بالدين ولا علاقة له خلينا من ذوك مراد صنبة في تيك كيتو ذاك ما هو شادين أخبار. لا 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 اسمعني كما واحنا ما انا متضايقين انا مترسخه في عقليه مريضه هاي ما يكذب هذا حقيقه. وكما بمناسبه انك انت شاب وانا شاب نقعد عندنا ال 40 سنه راك والله زايدين عليها شوي يا لطنا نبدأ من العقليات الايجابيه على المجتمع. سمعت لا ملي لا لا نقبلوها من واسم القران والسنه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه بلال بن رباح وما زلت منه نعرفوها كامله. سمعت
وكان معاه بعض من وزن الاشخاص. نحن مشكلتنا احنا عندنا موروث افريقي بغيض دخلناه على الاسلام. اسمع وراني انا ضد المنظمات الشرعيه اللي قامت تبني من ذا قصور وتعدل منه علاقات دوليه تقول لك كذا العبوديه والله والله تفاضل الطبق الاجتماعي وعنه هذا لا في موريتانيا ما هي حق. هذا حتى قاعد دول النصارى كان فيها يا غارصة نظرا ل تمكنهم من المدنيه. سابقنا احنا يقعدوا قضاوا على بعض من العقليات كمان دول العربيه كان زاديه فيها، واحنا لا من غزيته. نحن عندنا عقليه مريضه ياطن نقتنعوا به لبي لين اللي يشخص المرض ولا يعالج النتيجه اللي الموت حتما. نحن عندنا مرض اجتماعي وشخصناه كشباب. اسمع يا غارصه ما نحملوا مسؤوليه الشيبان اللي هو اللي عالم جليل ويقعد بادر جهده لا عنده مثلا تمييز ضد اي شريحه معينه ويقري الاحراطي ويقري المعلمي ويقري الزناد ويقري الناس كاملها العلم الدين الحنيف لعقليه مجتمع باسره سبا نورمال ستين خطا. اسمع اللي هو يقعد يعود ما قالها قصده بها الاساءه لشريحه المعلمين. سمعت يا غارصة خلى عنا احنا هناتي عندنا عقليه ها ما هذا ما يخلينا عندنا من عن هاي العقليه اللي عندنا في المجتمع اللي ما يعطني شخص يعطني شخص ونعالجوها. شريحه الوزن المعلمين ما قطعت اللي تكون شي صالح عايشه من وزن من عملها اليدوي وساعدت المجتمع وزنها تدخل على المحافل. ما قد حد يقول اسمح لي ما قد حد يقول بان شريحه المعلمين ما هي شريحه فضيله وشريحه على روس الجميع ولا يقد حد بدني يجرمها ولا يقد حد يقول لها شيء خاص. لك سمعتوا يا غير من رأي كان لين يعود راجل من البيضان محترم يمازح وانتم تعرفوا انت تعرف انه يمازح تقوم جماعه وتقوم قايسته وتبارك معاه تعدل منه قضيه كبيره. من رأي كان هذا يخدم قاع الشرايحيه في موريتانيا كانوا يخدم المعلمين كانوا يخدم الاحراطين منين نعودوا كلنا خايف من الثاني نعودوا كلنا مشبر في الثاني. شفت من رأي كان هذا يخدمنا والله يخدمنا. شفت موريتان تم نتجاوزوا المساي. شفت موريتان للاسف موريتان للاسف سوق الماده الرادية اي قالها شرايحيه ما في حد عنده وطنيه كل هاي لين وزير صاح ويراف صاح ويبيعوا في اول فراش. المعلم لين راه في البيضان يبيعوا البيضان لين راه في الحلطان يبيعوا والكوري لين راه في البيضان ولا العالم يبيعوا. الوطنيه ما هي خارقه. اسمع خارقه لا تجزئه مات وحدين تيفاو من القضيه راكم تعرفون كاملين وعاد الناس دول لا الفضاء. اسمع يا غار ملي شفت لين قبل بولكا غامي رئيس رواندا لين قبل الحكم عاقب المجزره في رواندا حرم هي كانوا لبلج بيهم الخبز معدين في لا كابانديتي بطاقه تعريف انت توتسي وانت وزم الهوتو محا قال ليه انت تسمع حد يقول عنه من توتسي ولا الهوتو عني نسجنوا سيموا ست شربات قاع ساوي شو الشمس خالق الله انا رواندي ما انا عن نظام يتحمل مسؤوليه امال ما انا عن القضيه زي هي يا طوي عرف شي يا طوي عرف شي القضيه زي هي سمعت وخارقه عقليه كانت متجذره في المجتمع ما هي تندثر قريبا يا غارم ما يضل ما يضل الحكومه تخلي الناس تيفي بالقضيه. شعب ضعيف وطن عنده 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 ياس من المشاكل وتيفي به ما يضل من الحكومات يقبلوه حسب وجهه نظري. لا نطول عليك يا غارم ملي بما ان الاشخاص يلودوا لا ما يركبوها خليني منه من من بالنسبه للمخيطين سمعت كلامه البارح. من رايك انك تبغي توجه له التحيه مثلا تحيه من لا سلاما وتو مسلم على المخيطير اذا انك من المحل سلاما ولين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
ايه 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 اوكي 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 اذا انك ما عندك شيء يقول. منع القضية والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا واضح، هذا واضح. يني أنا بعد ما قلت لك أنا قضية فكرك لا عود أنت معترف معايا، عود أنت معترف معايا كشاب واحد. عن المرض، عن المجتمع، عنده امراض اجتماعيه، يلا شباب الواعيين يشخصوهم ويحاولوا يقضوا عليهم بطريقه سلميه، ما هي باثاره النعرات، ولا هي باثاره الفتن، ولا هي ب ترك ترك مالك انت مالك متابع الصفحه ظهري مولانا عنك، بين اللي احنا نهارنا ذوك كنا شادين نفس الاخبار الشرائحيه وكنا شادين اخبار هذا وللناس المعلومه، وهذا من الفلونيين وذا زناقي وذا معلم، كنا شادين اخبارها، كنا نقولوا من رأي كان فم حد عنده مثلا يمارشي بكره اذا تكون خيمه كبيره، ينقال لك الخيمه كبيره كان فيك طاقه نوويه هي اللي تحرك بها، كانك تمشي كان فيك شي ما هو الدم، كنا شادين اخبار ذنبتها توعيه يا غير. صراحه ما اجبرنا حد يعطينا ليد، اجبرنا اللامد كلها ينتر من جهته لا هي دور ولا مخيطر، يا كانوا يتطرق في اوروبا انه يجبر شي قضيه مثلا يعودوا هم يحولوا له الفضاء من موريتاني على اساس انه لا يتم يقدم لهم قضيتهم شاكينهم لا يجبروا من هذا بعد انه مثلا لا يخسر. انا خارج يا جماعه من الموحدين، اسمعني خارجين اشخاص ملحدين ولا ولا مخيط لوحده مع شباب ثانيين راهم في امريكا راهم في ملحدين مترددين مولي، فهم ملحدين مترددين هذا شنو تيفاي فهمت وحده مع انه الحادهم يا غار مولي متيفين على القضايا. حد قال عن المجتمع الموريتاني عنه ما فيه طبقية مثلا عن ما فيه يا غير هذا هذا يناقش بالحوارات بغيضة في عنصرية لا في عنصرية بغيضة فيه 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 في طبقية بغيضة فيه حقد بغيض يا غير ما يعالج هذا النوع من الأمور يعالج بالتجاوز يعالج ما يعالج لك سمعت بين الشباب بين الناس هي إدارة الوزب الحوارية إدارة النعرات ما هي حل المشكلة يين يقوم وراك يين يقوم وراك زوايا وزم أنت تعرف عن 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 ذاك وزم زالوا لا فيها تخلى ثانية الدور تقوم وتقول عنهم زادهم عنهم مطاهدين وعنهم مهمشين ولا تلاقي حد يقول ازاي والله المريابط ما قاس وكيل جمهوريه وقدم منه شكوى ويقولون عنه تنمر عليه. هذا ما يقدم بلد والله هذا ما هو حل مشكله وطن ابدا ولا يقدم مجتمع ولا يقضي على ولا يقضي على العنصريه ولا يقضي على الطبقيه ولا يقضي على الجهويه ولا يقضي على شيء. هذا ما يخلي مدى تقدم لقدام شوي من المرتزقه يا قارب يا قارب من الجماعه اللي تشكي من هذا الولي. اسمح لي، من رأي كان الجماعة اللي تشكي من الولي الصالح، من رأي كانها مكلفة أصلا من عند المعلمين؟ هذا هو السؤال. هذا قلنا لك عنهم أحدين، قلنا لك عنهم يتيفوا، هاي هذا التيفاية، هذا قالهم التيفاية. هو الولي هو الولي أسرته المراية الزين قدمت اعتذار والاعتذار وزمي الشيء من الكبار. اسمعك هو سبحان من لا يخطأ. العاد اللي هو قال شيء مستهم منه حاله من ذا المجتمع اللي قال له مجتمع المعلمين هو فم اعتذار وخلق اعتذار يلا تشوفه. اسمع يا غار قضيه المحاكم ذاك فماتي ذاك فماتي نوايا مبيته ضد امال للامانه نقول لك انا قاعد حل روايه عن
امتى لك الشريحه تهميش شريحه البيضاء؟ هاي نقولها لك انا والله والله. هاي نقول لك انا عن امتى الشريحه حالا تهميش شريحه البيضاء؟ والله ياك بعد حد يا غار مدي يا غار مدي بي اللي لازم مغنون وز مغنون عليه الشبعه عن هذه عن يا غار انا هذا لك شرايح وانا هذا لك شريحه معينه وهذا كذا انا هذا ضده موريتاني واحد وهذا تيفاي وانا دافعك هذا الاشخاص اللي يقول لك انا وزان ندافع عن شريحه البيضان وانا ندافع عن شريحه الكوار وانا ندافع عن شريحه الحلاطين هذا ما يقدم دوره ودوره تعقب يعود وحدين ثاني دور وقاع يعودوا عندهم استقلال ذاتي سمعت وعقدك لا يتقسم الدويره عقدك عود ما وزن لا تناحر وكنا يدود الدعم خارجي واذا الدور يلا قدام تدقون له في وقتها مرحبا بك وسهلا وهلا مرحبا بك وسهلا تحيه راني شاكركم مرحبا وسهلا وهلا خير اذا كما كنا نقول لخوتنا واهلنا وناسنا بعلن رانا شاكرينكم على المتابعه وشاكرينكم على دعم الصفحه وشاكرينكم ايضا على الاستماع لمداخله هذو الاخوه المثقفين اللي كانوا داخلين معنا وشكرا وتحيه مع السلامه.